الخير عليكم حبابي ومتتبعين ديالنا، نتمنىكم تكونوا بخير على خير. انا اليوم خرجتكم معايا لان جيت من برشلونه سنترو وسط المدينه، كان عندي شي اوراق هزيتهم، كانت عندي ساعه. دابا رانا خديت شغلي وقلت ان نجيبكم تشوفوا بلاصه كاتالونيا هاد الايامات ديال الحجر الصحي كيفاش صبحت، يعني اللي سبق له جليله واللي سبق له جن هنا برشلونه راه كيعرفها كيفاش كتكون عامره. و كما كتشوفوا الدنيا كيف ما كتشوفوا الدنيا خاويه. بلاصه كاتالونيا اللي كيعرفها كتكون ما عندكش ما كيبانش الحمام ولكن دابا كيف ما كتشوفوا شوفوا الدنيا خاوية، يعني ما شاء الله كيفاش الأمور تبدلت. أنا غادي نقربكم ليلة أكثر ونشوفوا معايا الأجواء هنايا. هنا باقي الصباح، يعني أنا جيت في الصباح كان عندي الساعة وجيت بكري لأن أنا بعيدة شويش على السنترو، السنترو ديال المدينة. أيوا هاكم عارفين عاد شبرت الكار، ايوا راه خرجت من الدار مع ديك العشرة هكداك باش قضيت مصالح ديالي. اذا كما كتشوفوا ها هي بلاصه كاتالونيا، كما كتشوفوا الدنيا خاوية. يعني نورمال من في برشلونة ما كتكونش بحال هكذا، كتكون تبارك الله ما تلقاش غير تمشي فوطو ما كتقدرش من قوة كتكون بالتوريست بزاف. راه معروفة برشلونة هنايا بالتوريست، ولكن كما كتشوفوا الدنيا هنايا خاوية. هانتوما كاين غير الحمام ساكن بوحديتو. غادي نوريكم دابا بريمارك اللي عملوه هنايا، لان قبل ما كانش هنايا كاين، كنا كنضطروا نركبوا عاد نمشيو لبريمارك. ما كانش كاين هنا في برشلونه في سوق السنترو هنايا. انا غادي نوريكم. اذا انا درت من اتجاه اخر غنزيد ندخلنا من وسط هنايا لداخل الساحة لداخل، وعاد نوريكم بريمارك. عاد نوريكم بريمارك لأن هذا اللي عملوه هنايا صراحة كبير بزاف، فيه شي أربعة بلانطات، أربعة ديال الطبقات، ماشي بحال اللي كانو كنمشيو ليه لواحد آخر شحال هادي، ما فيه شي بحال هكدا. إذا كما كتشوفو الحميمات مساكن بوحديتهم يعني واحد المنظر جديد علينا صراحه. سمحوا لي لما كنت كنصور مزيان، الشمس قبلت عيني وما كيبان ليش مره شنو كنصور. اذا كما كتشوفوا ها نتوما هنايا الساحه خاويه، كيكونوا هاد الكراسه هنايا كلشي عامر، وهنا بلاصه ما كاينش فين تبغي تاخذ شي فوطو ولا شي حاجه ما كتلقاش.
يعني تبدلت الاجواء بزاف. انا غادي نوريكم بريمارك فين هو. بريمارك جا هنايا قبلت هاد الساحه بالضبط، وفي البدو ديال بحال اللي غنهاودو الرامبلا يعني اللي سبق له جا، اللي سبق له جا هنايا راه غادي يعرفني فين كنهضر، واللي ما سبق له جا راه احنا كنوريوه. هانتوما كتشوفوا الحميمات، عند انت هذيك بلاصه ها هي الشمس نيشان قبلت عيني، والله ما عرفت شنو واش كنصور مزيان اولا لا، ما كيبان لي والو. المهم بريمارك راه هو، ها هو البنايه ديالو، هي هذيك رافينه اللي عندها واحد جوج ديال القبات، هاي تما مكتوبه بريمارك. يعني هنا وسطو قبلت بلاصه كاتالونيا. وفي البدو ديال الرامبلا هذيك هي الهبطه ديال الرامبلا، انا غنديكم شوفوا شوفوا بريمارك، وإلا قدرت ندخل لان باقي تابعاني الطريق ما خصنيش نتعطل. المهم هو هذا، فيه أربعة ديال الطبقات، صراحة كبير بزاف. هنايا ما كاينش منين ينقطعو، كيعملو شي إصلاحات. غادي نمشي رفينا، إذا هو هذا هانتوما كتشوفو. هنايا كانت واحد البناية ها هما خداوها عملو بريمارك، صراحة أحسن حاجة عملوها، لأن كنا كنجيو حتى لهنا وكنشبروا الطوبيس وكنمشيو لواحد البلاصه. راه اختي راه غتشوفوا دابا غتقول لي مزيان، لان هي سبق لها جات، وكنا كنضطروا نمشيو كناخذوا الطوبيس وعاد نمشيو. اذا دابا هنايا عملوه مزيان صراحه. ها انتما انا غادي نمشي نقطع باش نقدر ندخل ندوركم فيهم واحد الدوره، وعاد كنمشي بحالي. وهذه هي الهبطه ديال الرامبلا، كما كتشوفوا الرامبلا خاويه. هنا الرامبلا سابقا ما كانتش كتقدر كنتي تقدر تشوف حتى حاجه، لان كتكون عامره بزاف. وهذه هي الرامبلا صراحه، كما قلت لكم الدنيا خاويه. وبريمار كنت ناويه ندخل، ولكن شوفوا كاينه واحد الفيله واحد الكولا يعني بالنوبه، لانه هو كبير بزاف وما خصهمش يعمر، ما غاديش نقدر نمشي. شوفوا كيفاش عاملين تماك الكولا، اذا ما غاديش نمشي، غاديش ندخل كما قلت لكم. هانتوما هذه هي الهبطه ديال الرامبلا، وهنايا بريمارك ما مره اخرى ان شاء الله، لان غادي نتعطل باش غادي يدخل هذا الشيء كامل وتسنى النوبه، اذا ما كان علاش. غادي نوريكم شويه الرامبلا، رامبلا يعني كانوا فيها هنايا ديك استاتواز، ديك اشكال اللي كيعملوا داك الناس اللي كيعملوا داك صبغوا وجههم داك الشيء كيتصوروا معاهم. إذن هنا ما كاينش كما كتشوفوا، شويه اليوم كاينه شويه منادم، ولكن داك النهار جيت صراحه خاويه، يعني خاويه ما كاينش، ما كيبان لك هنا حتى شي واحد ماشي. كون باقي الوقت مره اخرى نجيبكم ان شاء الله هنا، عندنا واحد بلاصه فيها ديال الفروطه وديال العواصير وداكشي مزيونه بزاف، غادي نوريها لكم ان شاء الله. ولكن دابا غادي نمشي ربي للحق الكار باش نرجع بحالي للدار، لان غادي يجي مع الوحده وخصني نمشي نلحقو باش نرجع بحالي، لان دابا الطريق كتكون عامره هاد الساعه هادي، يعني غنوصل تقريبا جوج لارب للدار ان شاء الله. مره اخرى نجي شي نهار بكري
ونصور لكم هنايا ونديكم داك البلاصه ديال اللي قلت لكم ان شاء الله. ايوا مره اخرى ان شاء الله. دابا ما كتبش كما كتشوفوا بريمارك، يعني كنت ناويه ندخل نعمل لكم فيه واحد جوله والو ما قدرتش. ونتمنى ان شاء الله تكونوا تساريتوا معايا وتنطلق ان شاء الله معكم فيديو جديد. وهنايا ملي كنت راجعه في طريقي بغيت نوريكم واحد المعلمه صراحه اللي موجوده في برشلونه معروفه بزاف، ما قدرتش ما نوريها لكمش. هذا الطري، هذا الطري اكبر اللي كيقولوا له المغاربه القالب ديال السكر، لان كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش جا. صراحه بزاف الناس كيقولوا له على قالب السكر، يعني الا خرجوا ولا تلفوا ولا شي حاجه كي هكذا باش كيعرفوا راسهم فينا هما. هذا سميتو الطري اكبر، هذا فيه واحد 34 طبقه وفيه 145 مترو، يعني كما كتشوفوا راه طويل. صراحه المنظر ديالو بالليل كيكون واعر واعر بزاف، داك الضوء اللي شاعل فيه وداك الشيء. انا غادي نعمل لكم تصويره ديالو كيفاش كيكون بالليل. اذا هذا واحدة من المعالم ديال برشلونه طبعا بعد ساغرادا فاميليا وبزاف ديال البلايص اخرين. ان شاء الله شي نهار عنديكم فيزيت تاع ساغرادا فاميليا. انا قلت لكم اليوم مشيت قضيت عيشي شغل وصراحه تعطلت وما قدرتش نزيد نصور لكم بزاف د الحاجات، يعني مره اخرى نعاودكم نوريكم الرامبلا ونهبطكم لتحت الماري ماغنوم ونوريكم بزاف د البلايص ان شاء الله. كتشوفوني دائما مزروبه، سمحوا لي لان عندي الشغل وراكم عارفين اللي عنده الوليدات راه هذا حاله، يعني دائما كيجري كلشي، دائما نهارو كيدوز دائما بالجري. ونتمنى يكون هذا الفيديو خفيف عليكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو مقبل. وهذا هما الصور